والحقيقه منطقه القاهره بقياده المهندس اشرف الخولي الحقيقه عاملين شغل جيد وبيحاولوا ينظموا البطوله بشكل جيد. والمزيد من التفاصيل عن البطوله بيكون معانا عبر الهاتف المهندس اشرف الخولي رئيس منطقه القاهره للسكواش. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا هيثم باشا، ازي حضرتك وتحياتي لحضرتك ووسط البرنامج والساده المشاهدين. باشمهندس اشرف، يمكن البطوله عندك عدد كبير جدا مشارك في هذه البطوله، كلمنا عن الجديد، ايه الجديد اللي اتعمل البطوله دي وازاي انتم بتحاولوا تساعدوا الانديه واللاعبين في ان البطوله تخرج بافضل صوره يعني؟ طيب انا زي ما حضرتك تفضلت وقلت البطوله دي تقريبا بتبقى اكبر بطوله في الموسم بعد بطوله الجمهوريه. احنا السنه دي تقريبا 1420 لاعب، ده اكبر عدد شارك في بطوله منطقه القاهره في السنين، يعتبر بالنسبه لنا ده رقم تاريخي في عدد اللعيبه المشاركين من 31 هيئه في مراحل سنيه مختلفه، 11 سنه 13 15 17 19 عموم رجال وسيدات ورواد فوق 35 و45. نعم. احنا راعينا عده نقط لما جينا ننظم البطوله، احنا منظمين البطوله في نادي الظهور الرياضي فرع مدينه نصر، وبالاستعانه بالملاعب اللي موجوده في استاد القاهره اللي مجاور للنادي ومقترضه. عندنا بعض النقاط جديده السنه دي الحمد لله، اول مره تتعمل لسته من حاجات جديده، اول مره تتعمل في تاريخ بطوله منطقه القاهره. اولا احنا اضفنا الملعب الزجاجي او الكلاسكور اللي موجود في استاد القاهره، ده ما كانش يعمل سابقا، تم تجديد ارضيته بالكامل بالتعاون مع الاتحاد المصري للسكواش، وبذل معانا فيها مجهود جامد جدا الاتحاد المصري الاستاذ عاصم خليفه والمهندس امن طرابلسي. جددنا الارضيات بتاعه الملعب بالكامل وتغيير سقف الملعب، ملاعب نادي الظهور بالكامل تم كشط الارضيات ودهان الحوائط بتاعتها عشان تعود لرونقها وانها في صوره تصلح على اكمل وجه للاعبين، لان حضرتك عارف اللي فاهمين كويس الارضيات لو لا تصلح للعب او مش مشروطه بقى لها فتره ممكن تعرض اللاعب للانزلاق او التزحلق اثناء اللعب، فده ممكن يعرضه للاصابه بعد الشهر او الخطر. برضه حفظا وحرصا على صحه اللاعبين احنا مستعينين بعربيتين اسعاف بطاقم طبي كامل لكل عربيه اسعاف، واحده فيهم في نادي الظهور بتبدا من قبل بدايه البطوله بساعه وتنتهي مع نهايه اخر مباراه في البطوله، زيها بالظبط سياره ثانيه موجوده سياره اسعاف بطاقم طبي كامل موجوده في مجمع السكواش في استاد القاهره، بالاضافه للاستعانه بطاقم طبي كامل ده ثالث واحد، دكاتره اصابات ملاعب دكاتره عصام تخصص اصابات ملاعب مع المسؤولين عن المنتخب المصري، اثنين دكاتره هنا واثنين دكاتره هنا يقوموا بدور ثاني غير اصابه الملاعب او لا قدر الله التعرض للاعبين للاصابات بالاحماء مع اللاعبين او يساعدوهم في الاستشفاء لا قدر الله لو حصل حاله اصابه. اللي عندنا عدد اللاعبين المشاركين هيتم تكريم 8 لاعبين في كل مرحله اولاد وبنات، وده برضو سابقا كان بيكرموا الاربعه الاوائل بس، احنا هنكرم الثمانيه الاوائل بكؤوس وتيشيرتات البطوله. البطوله عندنا ان شاء الله هيتم حفل الختام بتاعها يوم السبت القادم 11 فبراير في المبنى الاجتماعي الرئيسي في نادي الظهور مدينه نصر بصوره احتفال وليس مجرد تسليم كؤوس، وحرصا ان الاجيال الجديده تعرف وتتعرف على الاساطير واللعيبه القدامى في السكواش، فهيتم ان شاء الله تكريم بعض الرموز والاساطير طبعا لو كرمنا كل الاساطير والرموز النادي الظهور كله مش هيكفي، فاحنا في بعض الرموز هنكرمهم السنه دي لاول مره، في ان شاء الله احداث جديده جدا هتحصل اثناء التكريم لتحفيز الولاد اللي كسبوا والولاد اللي ما كانش ليهم نصيب السنه دي معانا في انهم يحققوا فيها مراكز. نعم. طب باشمهندس يمكن يعني طبعا اكيد ده جهد مشكور، طيب طمنا على سير المباريات، وهل في يعني وسيله للتنقل لو لاعب عنده مباراه في الظهور وبعد كده عنده مباراه ثانيه في الاستاد، هل في وسيله للتنقل انت وفرتها كمنطقه للتنقل ما بين الاستاد والظهور؟ طيب اشكر حضرتك جدا على السؤال دوت، احنا فعلا موفرين باص بيتحرك كل نص ساعه من عند باب 5 او باب 6 في نادي الظهور ذهابا وعوده لملاعب استاد القاهره، مش بس بتنقل اللعيبه، لعيبه اولياء امور مدربين اداريين مشرفين كل ده الباص متاح ليهم، وطبعا الاستفاده من خدمات النادي كنادي ظهور لو في حد من اخواتنا اللي بيلعبوا في استاد القاهره محتاجين خدمات يداروا ذهاب وعوده يروحوا هنا. انا احب اشكر كمان نادي ظهور بصراحه برئاسه المستشار محمد دمرداش اللي يعني مسخرين كل الجهد لنجاح البطوله معانا بدايه من المستشار محمد دمرداش لحد كل رجال الامن والمسؤولين عن نظافه الملاعب والصيانه والنشاط الرياضي، مجهود مبذول. احنا تقريبا الملاعب الماتشات لو في ايام بتبدا في ايام بنبدا واحده الظهر او ثلاثه العصر، احنا تقريبا بنبقى على هبه الساعات من 9 صباحا كلنا موجودين في النادي، وتقريبا بنمشي ما بين النادي والاستاد،
وتقريبا بنمشي 11 ونص يوميا مع نهايه اخر مباراه وبعدها كمان بفتره عشان نطمن ان الملاعب جاهزه ثاني يوم لاستقبال لاعبين. اكيد باشمهندس اشرف يعني جهد مشكور ونتمنى ان شاء الله انها تخرج بشكل جيد هذه البطوله، خاصه انها بتبقى يعني في منتصف الموسم، يمكن لسه عندنا شهرين ثلاثه على نهايه الموسم، وبتبرز عدد كبير او عدد كبير من اللاعبين. جهد مشكور وبنشكر حضراتكم عليه ونتمنى التوفيق ونجاح البطوله، ونتمنى اكيد فوز لعيبه النادي الاهلي في هذه البطوله. مهندس اشرف الخولي رئيس منطقه القاهره للسكواش بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف.